السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. انتشر خبر عبر موقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم في تونس يفيد بوفاة الشابة التونسية والنجمة المعروفة عبر موقع التواصل الاجتماعي صوفيا صادق، وحيث أن الشابة صوفيا صادق من منطقة قرطاج بتونس، وحيث تركت دنيانا اليوم عن عمر وناهز 32 عام بعدما غيبها الموت بسبب سكتة قلبية عن الداء، وحيث أنها كانت متزوجة من شخص مجهول الاسم، وحيث أنها قد أدت عدة أدوار عبر السوشيال الميديا وقد أدلت ببصمتها عبر موقع التواصل الاجتماعي بتونس، حيث كانت لها عدة أدوار عبر موقع تيك توك، وحيث كانت مشهورة فيها تيك توك، وحيث كانت منشأة محتوى تيك توك، وحيث أنها كانت متزوجة من شخص لم يتم الكشف عن اسمه بسبب تفضيل الصحف عدم الكشف عن اسمه، وحيث أن الشابة صوفيا صادق من مدينة قرطاج بتونس، وحيث تركت دنيانا صباح اليوم عن عمر وناهز 32 عام، وحيث راحت عن عالمنا بسبب سكتة قلبية، وأنها عدد كبير جدا من كل محبيها وأسرتها وكل من يعرفها من أهلها وقربها. البقاء لله إن الله وإنا راجعون، رحمه الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.